اللي بيفولو مي. طلع الناس تلحقوا مدربين هذا وليه الحقوك يعني دود هاها يعني يعكسوكي مش يعكسوني بحكي له حكاية بس كانت طيب واللي يلحقوك ليش يعني؟ بقول له لا في فرق بين ما حدا يلحقك وفي فرق ما حدا خليه انت يلحقك. شوفي انت الناس هذول يلحقوك في قصة في يعني بقول له عن حكاية مرة I met a guy ما في داعي تعيدية القصة ساعة ما انه I met a guy وابتدى يكلمني كثير وكذا كذا كذا ما على اساس انت ما تطلعي من بيتكم؟ ايه والباقي هذا فين شفتيه؟ ايه ما على اساس انت متقوقع في البيت ما تطلع؟ كنت برحلة وين شفتي هذا؟ كنت في ان سمر اها مع سمر، سمر صاحبتك؟ لا في الصيف اه في الصيف طيب في الصيف اكثر واحدة بخرج ما على اساس امس قعدنا نعيط عليك يا حرام ما تخرجش لا في الصيف بخرج بعد ما الصيف يخلص لما بنروح القاهرة تاني خلاص كان الصيف هو اربع اشهر عرفت؟ بيجي لك شيء اربع رحلات بقلب السنه مثلا يعني بتقعد بمصر تقريبا 3 اشهر لارا مجموع قعدتها بمصر 3 اشهر ليه والباقي وين تروح؟ لا مش للدرجه دي سندباد؟ فاضيه؟ الدرجه دي؟ صغير لا مش للدرجه والله عزيز شكلها رح نروح مصر وما نلاقيها ماني برايح انا اساس كذا انت honestly هتيجي مصر؟ اجي اعمل ايه؟ تعال معايا حر عندكم اجي اعمل ايه؟ حر عندكم كمان اوكي لك الجروب الرئيسي الاساسي بس احنا عندنا مكيفات انت ما عندكوش لا في انت الجروب بس بتروح الحتت الثانية الجروب الرئيسي انا ويحيى هذول اكيدين انا ويحيى اكيدين ونازم وانا ويحيى ونازم اكيدين نحن لا نحن هون دائما اذا انت كنتي بلبنان جينا على لبنان كنتي بلبنان تجي على سوريا وتجي على الاردن قراب فهذا الجروب الرئيسي اللي رح يكون شغال في كافة المناطق. لازم تيجي على مصر. ولازم وزاري هيجوا معك. خلاص دول بيكفوا. أنا عايزاك أنت. مش حابين نتقالها عليكم يا لا لا بليفني اتصرف. دول بيكفوا خلاص أنا أجي أعمل إيه؟ وبعدين هو قال لك الأساسيين أنا وفلان وفلان. لا ولا كأني موجود. أنا ما شو أخذني على مصر؟ شو أخذني على مصر أنا أطلع لحالي على مصر؟ وبعدين انا ما مشيش مع الاشكال دي بعدين عندي صراحة. شغل انا عندي شغل عندي برجع وعندنا شغل بالاوتيل وعن بعدين عندي تراكتور بدي اتصل فيه بالبلد يا لارا انا مش فاضي للاشكال دي اساسا حنضيع والله للفارمرز والكمونات والشناكل وكل السنافر دول انا مش فاضي يعني اطلع من هنا هنا حفرنا وهنا دفننا بس انا عايزك تيجي تزورني يعني حتى لو مشيت في الشارع وشفت باش اقول هو يقعد عزوزك مين عزوز انت غلطان؟ ابقى ماشي انا عايزك تيجي تشوفني اشوفك ليه يا ماما؟ انا هنا باقي يمكن ان شاء الله اذا قعدتي ما رحتيش نومينيه وقعدتي يعني ممكن حنشوفك كمان اسبوعين اذا انا ما طلعت نومينيه وتوكلت جد صار ما في مجال للواحد يفكر يصطم بحاله لا انزل لا لازم تيجي تزورني ولو اطلع الاسبوع ده تيجي ولا انا كنت مجنونه اهلك ما يحبونيش لا بيحبوا انا عارفه مين اهلي بيحبوا مين اهلي مش اهلي بيحبوا كل حد بس انت من النوع اللي اهلي هيحب ايه بيحبهم هيحبوا لا انه لا كده يعني انت يعني ممكن اجي وانطرد واقعد عند الباب ساعه على حتى يفكروا يحبوني ولا لا ويفتحوا لي الباب لا بقول لك بيكسي عوي عليك ايوه لا عاد راح يجيبوا واحد جيرمان شبر من الكبار اوكي يقول لك هذا بيكسي كبر جاي ينتقم منك ويطلقوه لا بس honestly أنا متأكدة إن مامتي بتحبك وأبويا كمان يمكن أبويا أكثر من مامتي أبوي يحبني يا شيخ خافي من ربك ما أكذبك لا 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 والله أنا عارفة التايب بتاع أهلي أنت التايب تايب؟ عشان بتضحكني تايب يور فيس والله تايب وجهك والله سب عليه صح؟ تقريبا سب عليه بالإيطالي سب عليه بالإنجلش go to the hell go to hell مش no you You go to hell. Okay, but I go to hell. Go to hell and take Muhammad with you.
and take one water. Maybe the hell very hot. And you need الله يخرب مزاجك. طب بيبي will you honestly هتيجي تشوفني؟ والله ما وعدكيش بس ان شاء الله. I will try. ايه ده؟ هلا كلنا بنسرق لنا كلنا يعني. ازاي؟ حطمت. ايه ده؟ بعد احنا بنطلع لنصير ستارز انا وعزوز والكم حدا يحسه بالاخير يعني احنا الاربعه هم؟ لا لا انا مش زيه. ده آه. هو هيطلع من هنا يدور على البنات مفقوع يدور. شفتي انت لما كنا في المطعم المره اللي فاتت ازاي راح يركض؟ وانا كنت قاعده جنبه, انا قاعده جنبه بكلمه بعدين راسه بيجور شويه شويه وجري في الاخر خلاص. البنت اللي بتقول مش انت رحت على طول؟ خفت خفت يا اخي خفت. لا حلوة عاد هي اللي قالت له كده و... حلوة لذيذة البنت, حلوة شكلها يعني شكلها زغنوطة عمرها شي 15 سنة 16 زغنوطة وانت رخيص تلحق الأطفال بعد؟ أنا قايم. طب ليش أنا ما خلوني أتصور معهم؟ لأنه عارفين إني راح أكل الجو. ما أنا دولة حبيبي إيه؟ أنا أجا صاحب مطعم قال وين محمد باش؟ قلت له لك محمد باش, قال في مجال تقوم السلامة على العالم سكروا باب المحل ما عم يروحوا بدهم محمد باش. آه كده كده والله انا كنا رايحين عند عند رايح مسوي نفسي بروح التواليت. انا كنت ابغى احاول اضيع الموضوع ابغى امرهم ولا حدا عبر. لا 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 انا كنت في لحاجه في نفسي يعقوب. انا كنت اصلا رايح هناك على اساس ابغى اشوف لي احد ولا شو العالم موقفين عند الباب عزوز باب الحاره شو الوضع شكلهم شايفين ذاك اليوم يوم مسوي باب الحاره. عاد لفيت كذا وقلت علي ما علي بجطب ما بلد شو جت واحدة تمشي 2000 اتصور معك اتصور معك لا احلى حاجة لان انا وانت انا وانت عملنا بيبي this is the tree of ايوه انت ما سويت زي كذا شو عملت شو عملت without dinosaurs احلى ما كنت لما اخذونا انا عبد العزيز واحدة نعمل حتى في الهوتيل اه ايه وقفت معكم شو بعدين اه ايه وقت كنا ببعضك ايه سمعتكم ايه حلا اقول لك على الناشف وقفت معكم وقفت من بعيد عم شوفكم مالي واقف معكم ايه بس قالوا يعني انت يعني ما في ايه بس انتوا كنتوا المشهد لكم بس يا ترى حطوه ولا لا؟ ما ادري حطوه افتكر حطوا شغلات ما دي كانت مهمه ديناصور بتاع زحله حد شاف ديناصور بتاع قلبك مش زحله لا انا ما كنت دو في جديد انا مالي اما انت مع اني تيم كنتي؟ ايه؟ مع اني تيم كنتي؟ ما كنت بسمع الارجيومنت ما كنتش داخله فيه مين فاز بالاخير؟ مش فاكرة والله تفتكر argument تافهة زي كده كنت هسمع كل حاجة واشوف في شغلات اهم طبعا لما كنت في المدرسة كان في ال talent show اللي انا كنت بعمله وال dancing وال singing كل حاجة اللي بقيت نومينيه فيه دلوقتي كنت بعمله في المدرسة لا في المدرسة كنت بركز اكتر حاجة بركز عليها المزيكا عشان كده ما كنتش بعمل كويس اكون صريح معاكم القعدة معاكو مملة مملة جدا عشان أنا كنت صريح معاك أكون صريحة معاك كل قعدة معاك أحلى من اللي قبليها الله الله يا عزوز هي تبغى ترد علي سالفة لما كنا في في ليفال قلت تصدقي أنا معايا دلوقتي أحلى بنت في الدنيا هي استحت يا حرام وقلت لها أنا متفاجئ إنه أول مرة صوتك حلو ثاني مرة متفاجئ انه تعرف شو عملناها نحن؟ تعرف لو شو عملناها؟ لو انه حضرنا الحكي كنت انا فتت وعدت نفس الحكي تبعك ليه؟ هي كان مشهد انه انا مالي عارفهم فتح الحكي يا اخي تفكنا من افكارك الغبية هذه الافكار اللي بتطلع بدون افكار فوتت البنت في الحيط كيف لو انك مفكر افكار فوتنا انا وياها في الحيط كيف ايش قلت لها؟ بالعكس طلع الكلام حلو تصدقي انا متفاجئ اول مفاجأة انه صوتك طالع يجنن ثاني مفاجأة انك انت صايره حلوه ثالث ايش ايه رايك افاجئك واعزمك على لا حلو كان حلو وانا واقف مثل اللبخه واقف يعني كويس انه ما وقفناك ساعتين على الهبل اللي سويته عبي حتقول حبي عبي لا انا سمعت ما فهمت الموضوع لو فهمت كان بس وبعدين يغني لك انت
اي ما قلت له قلت له انا كذا في المشهد قلت له هي واحده من اثنين يا انك احول يا معاك عمى الوان هو البنت هناك وتغني لي بس احنا بينا مجهزينها يعني انا قصدي انا عم غني لك عرفت؟ باش بالله لا تفسر لي انا كان الفكره كلها انه بيغني لفؤاد فاضي وانا جيت طبشتك انت طبشتها بنفسك انا عملت هيك ليه؟ انا بدي اقول انا ما بدي اجيب فكره فؤاد فاضي هو جاب لي الاثنين اللي بدي احكي عنهم انا فؤاد فاضي مدام ميري بدي احكي عن مدام ميري انه مين كان عندي حزرمي كان عندي مدام ميري وكان فؤاد فاضي قال ما بياكل لقمه بيتمه لحتى انا غني له غنيه وحزرمي شو غنيت له لفؤاد فاضي تبع انه يا 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 تبع شو غنيت؟ انا عارف تبع انا عارف كويس ان المشهد عدى بس انا عارف بيقول له كويس اللي اسمع كويس اللي ما طرونا شلاليت على الهبل اللي سواه كويس اللي ما طلع وديع مساكنه دب يلا واخذي سارة ما درمان تكتك لا وبعدين ايه يعني المفروض اقول لك انا وصلنا الباب ولسه ما وقع انا اقول الله انا يوفقك عشان كده انا وانت ماشيين بس عايز يلا والله انا استغربت عم بيجي وصلنا الباب وقع اسوي شيء انا بغيت اشنكلك بغيت انا كنت بدي وقع ما لي طريقه عادي وقعت عادي بس عادي وقعت انا وانت مستنيين ماشيين خطوه خطوه بنبص ورانا يا الله الغباء بس طلعوني خلاص طلعوني لبرا مشان الله سلق بدني انا لا انت ما شفت انا ايش سويت لما لما قلت لك يلا 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 خلينا نروح نوصل لا الظاهر يا جماعه طفشوا سمعت انا ليش سويت كذا ليش؟ ميشيل فاضل داخله جت عيني بعينه يقول قسما بالله بس ما ادري هو مشوب بالحر او انه فعلا طفش جت عيني هيك لفيت وانه يقول قلت يلا 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 نروح نوصل لارا يا جماعه طفشوا دخلت يا زي بكره بنشوفه بموت ضحك بس مدام ميري عسل اول ما دخلت انا اغني من شفايفي طالع فيني يقول يا طالع بنفسه عشان الثوب ايش ما قلت هذا عزان المشهد اللي بسوي المشهد وقال لا لا ما حلو قلت والله اوكي ارتحت نفسيا قاعد تغني بس كيف انت سمعته كيف كنت تغني انا؟ حلو كثير